لا أحد يمتلك الحق القانوني أو الأخلاقي لأن يبيض صفحة الاحتلال بمثل هذه الفعاليات، وإسرائيل ليست أوروبا، وإذا كانت أوروبا تشعر بالخطيئة تجاه ما ارتكبوه من جرائم بحق اليهود فهذه مسؤوليتهم أن يصححوها، ولكن ليس على حساب شعبنا. هذا اليوم هو إقامة الحفل الموسيقي للأغنية الأوروبية اليوروفيجن 2019، رح يقام على أراضينا المحتلة في تل أبيب. فإحنا بدنا نوصل رسالة من الطرف الثاني، هو طرف الأهالي، طرف الناس اللي تم تدمير بيوتها، اللي بتعكس صورة غزة بشكل أصح وبشكل سليم، وجه بيعكس وجه الاحتلال، وجه إسرائيل بعنصريته، وجهه بالعدوانية تجاه الشعب. انت لما بتقيم حفل على اراضينا تم احتلالها، من ثم بتستدعي ناس بتغني برضو على اراضينا، بتغني على دمار بيوتنا، على قتل ابنائنا وعلى دمائنا وعلى معاناتنا، شيء بيمثل العنصريه. والافراح تغمر دارنا البدر.